نزوى بلد العلم والعلماء، أخرجت أعلاما من السير ذات الهمة العالية في نشر العلم والمعرفة والثقافة للآخر، لتكون مكانا لغزارة العلوم والحرص على فهمها. فمنذ تاريخ قديم عرفت تلك المدينة بتناقلها للحكمة العمانية النزوانية جيلا بعد جيل، لتكون حقبة تاريخية عجز الباحثون عن حصرها ودراستها لفك رموز شابه الغموض. سير عرفها أهلها واشتهرت قراها بتخليدها والافتخار بها. فطيمسة القرية النزوانية الصغيرة، مساحتها الواسعة بأصحاب الهمم العالية والعزيمة على نيل سروج العلم بما ينفعهم وينفع بلدهم. وممن اشتهر فيها بسيرته الحميدة الشيخ القاضي ناصر بن مسعود بن سعيد بن مسعود الحراسي، الذي ولد وتربى فيها، حيث نشأ الشيخ رحمه الله في بيت علم، فقد كان أبوه الشيخ مسعود بن سعيد رجلا متعلما وفاضلا وملما بعلوم القرآن الكريم والسنة. وتدل البخطوطات التي خلفها الشيخ ناصر بأن الشيخ زاهر العثماني كان مرجعا للكثير من القضاة وطلاب العلم لتفصيل الحكم في القضايا الشائكة التي تستلزم استحضار أقوال العلماء من قبل. أصيب الشيخ بمرض القلب في أواخر عمره، استلزم منه الخضوع للعلاج لفترة طويلة، وعلى الرغم من معاناة المرض إلا أنه لم تفتر عزيمته يوما في الاستزادة من العلم وطلب المزيد، فقد كان يكثر من شراء الكتب حتى تشكلت لديه مكتبة خاصة بها آلاف الكتب المتنوعة. أعطى الشيخ في هذه الفترة جل اهتمامه لقراءة القرآن والكتب المختلفة، وكان يقضي ساعات طويلة من نهاره يقرأ في بيته ويصلي في المسجد الذي أسسه بالقرب من منزله، حتى توفي في 18 مايو 1997 للميلاد عن عمر يناهز 79 عاماً.